ونبقى في مدينة العيون ونذهب لزميل النعمة العينين موفد القناة كذلك إلى العيون من أجل استقبال المزيد من الضيوف طبعا أسماء وصفات متعددة، فيهم المنتخبون وفيهم كذلك الأعيان وفيهم فاعلون ونشطاء مدنيون. تفضل نعمة العينين. إشادة كبيرة بالخطاب الملكي هنا بالأقاليم الجنوبية خاصة بمدينة العيون، يعني كما تابعنا شيوخ منتخبين شباب من مختلف يعني مختلف الخلفيات كلهم يشيدون بهذا الخطاب الملكي الشامل الذي تناول العديد من النقاط التي تهم الأقاليم الجنوبية والتي تهم كذلك الوحدة الوطنية والوحدة الترابية. يحضر معي الآن عبد الله حميادة وهو أحد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، كيف تلقيتم هذا الخطاب؟ الخطاب كان يعني بالنسبة لي مهم إلى أقصى درجة، لأن جلالة الملك قال عنه حقيقة حكما عن قضية الصحراء المغربية لا رجعة فيها، ولدل على ذلك على المكاسب اللي حقت المملكة المغربية على طول الزمن كامل، ولدل القاطع ملي على ذاك الاعتراف هي اللي جابت قضية أولا هذه القناصيل اللي القنصليات اللي انفتحت كاملة هنا هي في المغرب، تحقيق وتأمين يعني معبر القرقرات اللي جعل فيه عنهم اللي يعني صبح الطريقة مفتوحة تجارية، وفي نفس الوقت هم اللي ممر الناس اللي يعني من هون لإفريقيا كاملة على طريق موريتان بين نحن وموريتان، وفي نفس الوقت هم اللي على إفريقيا كاملة. وفي الحقيقة نظن عنه على خطوط عريضة عنه كان مهم وبناء إلى أقصى درجة. في نفس الوقت قال عن قضية اللي عن استعداد المملكة المغربية في العمل الدائم مع بعثة الأمم المتحدة المينورسو ومع المندوب والله الممثل للأمين العام الجديد اللي عين، إذا عن المملكة المغربية مستعدة للعمل معه وعنها ماشية في الطريق اللي والانتصارات، وفعلا تكلم في نفس الوقت في المكاسب اللي خلقت والمشاريع المهمة، المكاسب اللي فاتت الدولة حقت إلى الآن وهم اللي المشاريع الضخمة اللي الدولة ماشية تدير فيها أمورها كاملة باش تحقق ذيك الوحدة المملكة المغربية وأمورها كاملة، وقضية الساكنة والاهتمام بها على عن الممثل الخاص والوحيد ذي الأقاليم اللي هي اللي تحت سيادة المملكة المغربية. نشكرك عبد الله حميادة أحد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، وكذلك يعني تابعنا شيوخ. تحضر معنا مهندسة وهي فاعلة من بنات الأقاليم الجنوبية لأخذ وجهة نظر شباب الأقاليم الجنوبية. ومهندسة ليلى الغزال، كيف تلقيتم الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء؟ بالنسبة للخطاب الملكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله تطرق لثلاثة نقط. النقطة الأولى واللي هي اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء وإعادة إطلاق العملية السياسية. النقطة الثانية واللي هي حتى مهمة الديناميات الإيجابية وتطورات الإيجابية اللي عرفتها الصحراء في الآونة الأخيرة، من جهة البنية التحتية والمشاريع المهمة اللي دخلت مشاريع كبيرة ومهمة وفي نفس الوقت نادرة. ونقطة الثالثة واللي هي أهم هي فتح معبر القرقرات بطريقة سلمية، مما يؤدي إلى استنتاجنا نحن بصفة عامة أنه السلم والسلام في المناطق الصحراء مهم جدا مع تطورات اللي تعود إن شاء الله مستقبلا. شكرا مهندسة ليلى الغزال، وعودة إليك إيمان ولضيوفك الكرام. شكرا لك النعمة العينين.